السلام عليكم الاخوان، تحياتي لكم واحد واحد. المهم اخوتي، ملي تشوفوا القميجه كحله عرفوا القضيه كحله، فهمتيني؟ عرفوا القضيه مش نشطه فيها. ملي تشوف ثاني ورقه وستيلو عرف القضيه في الحساب وفي التيكي تاكا وفي الخطه والعباد. المهم الموضوع ديالنا اخوتي موضوع كيتعلق بالرجاء العالمي، الرجاء البيضاوي، الرجاء العالمي، الرجاء البيضاوي. المهم تحياتي بعد الجمهور الرجاء واحد واحد، وتحياتي المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن، تحياتي لكم كلكم الدراري. المهم دابا اخوتي اللي بغيت نوضح لكم على الفريق ديال الرجاء العالمي، انا ما كيبقاش دابا المشكله شكون اللي كيبقى فيا؟ كيبقى فيا الجمهور مسكين، الجمهور اللي كيساند واحد الفريق فهمتيني في السراء وفي الضراء، كيساندو في الصيف وفي الشتاء، كيساندو في وقت كيحاطي، كيساندو في جميع الاوقات. يعني دائما كتلقى الجمهور يساند الرجاء العالمي، يعني احسن جمهور كاين. يعني ملي كيقولوا العالمي يعني راه عالمي صراحه. انا راه ماشي رجاوي وماشي ودادي وماشي داك، فهمتيني ولا لا؟ انا خبزاوي، انا فهمتيني، انا واحد الانسان كيتفرج فقط، ولكن جمهور ديال الرجاء كيعجبني، لان جمهور فهمتيني حاليا كيلعب كيعجبني جمهور، لان الجمهور تبارك الله عندهم واحد يعني فهمتي واحد فهمتي واحد انسجام مع بعضياتهم، كيساندوا الفريق فهمتيني. غير هما ما لاقيش فريق حاليا، حاليا ما كاينش فريق. دابا هذاك الفريق اللي معولين عليه الجمهور ديال الرجاء ما كاينش، فهمتيني؟ ما كاينش. تخيلوا معايا الاهلي فريق مصري ياك، عايشين غير بالربيع، بالربيع فهمتي، الملوخيه، الرز، الكفته، الفراخ، ما كيدوقوش فراخ لا لحمه فهمتي. المصري غير كتسولي كيبدا يقول لك طول عمري بمشي جنب الحيط، احنا غلابه ما ليناش الا ربينا، انا تشعبط في راد ربينا، انا طول عمري بمشي جنب الحيط فهمتيني. هادو هما المصريين، كتلقاه كيشيش بخمسة دراهم، خمسة جنيه فهمتيني. اللعابه عندنا حنا، اللعابه عندنا حنا الرجاء العالمي، انفو كيسيني، يلا كيسيني مع شي فرقه، كيمشي كيشري الزيبرا وكيبدا يدور على التيتيز وقهوة الشيشة. ما بغيت نعرف علاش اللعابة عندهم ثلاثة البواقات، عندك الأولى الكالة، ثانيا المعجون، ثالثا الشيشة. ولكن الشيشة مطلوبة ديال بصح، حيت أي لقاء أي بلاصة كيبغي يتلاقاو فيها اللعابة مع بعضياتهم كيقول نتلاقاو في قهوة الشيشة. ولعاب ملي كيسالي المشوار ديالو الكروي كيمشي كيفتح قهوة الشيشة، وكيولي يجو عندو اللعابة اللي كانوا يلعبو معاه، فهمتيني؟ عقلية فيها الشيشة وماطيشة وتحلى العيشة. يعني شوف كيبان لك دابا حالي، دخلنا عليكم بالله دابا بحالات زريده، دابا بحالات زريده اللي مدخلينو عاطينو العشره الراجا وتيقين فيه وكذا، هذاك راه بحال زكريا الدوريجين فهمتيني. الشبكه هنا والكره هنا، مالك اخويا مالك انت؟ راه تقدر مرتك تزقلها لي الدخله، انت مالك يا صاحبي مالك على دا؟ مالك مالك واش رجلك خاوين بحال السبت والحد؟ مالك يا صاحبي؟ ولا شنو شنو كدير شي حاجه اخرى؟ كدير كتستعمل شي حاجه اخرى مثلا؟ اش كدير؟ عاطينا كصاحب العشره وتيقين فيك، راه غتولي كتبان ليا غتولي زريده نيت، راه غتولي زرده انت، راه كتبان ليا غتولي زرده 5-5 فهمتيني. والله يا خويا الا كيبان ليا الجمهور راه غيدير لك وهذه زريده 5-5. انا كنقول لك نصيحه مني، هذا نصيحه للمدرب، نقولها لك بلا ما تدخل غدا زريده، بلا ما تدخل، لانه فهمتي لعاب فاشل وما كيمثلش الرجاء العالمي. حنا دابا راه دابا حنا ياك حنا راه ما رجاويين ما والو، ولكن ضربتنا النفس، لانهم حاليا كيمثلوا البلاد، كيمثلوا البلاد فهمتيني، كيمثلوا قميص الوطني، يعني بحال يلعب المنتخب. تخيلوا معايا صاحبي، واش حنايا اللي غيجي غيبقى يبوقل فينا؟ واش حنا غيبقاو عندنا العقاد مع التوانسه مع الجزائر مع 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 المصريين؟ او راه حشومه، راه حشومه وعيب وعار. راكم ما خاصكم والو، راه ما ناقصكم والو، راه كتريحوا في احسن لوطيلات، كتاكلوا مزيان، كتلبسوا مزيان، كلكم عندكم الحديد، وغدا دايرين لكم عشرات المليون لعاب اللي غيجيب. واش يا صاحبي ما تقدروش تموتوا على التوني؟ ما تقدروش ديروا على حساب داك الجمهور العالمي اللي كيساندكم، كاين اللي ضرب عليكم الحبس مسكين، كاين اللي ضرب الحبس. عمركم ما تسوقتوا ليهم؟ عمركم ما مشيتوا درتوا شي زياره خاصه في السجون المغربيه وشفتوا داك الجمهور مسكين اللي كيتشد على قبلكم؟ الجمهور اللي كيساندكم اللي كيضحي وكينوض اللي كيبيع حوايجو مسكين، كاين اللي كيرهن تليفونو باش كيمشي كيديبلاصا، كتلقى واخا يديروا التيكي 50 50 الف ريال، كتلقى الجمهور العالمي يساندكم
باش ما بغيتو كيدخلوا 100000 70000 90000 100000 كتلقاهم واقفين في التيران هما الاولين. كاين اللي كيبات في التيران، كاين اللي ماشي بلا فطور بلا غدا بلا عشاء، مهووسين اصاحبي. جمهور عالمي راه مهووس اصاحبي، ما كاينش شي جمهور حاليا في العالم كيبان لي بحال الرجاء اللي كيساندها ديال بصح، كيموتش على الفريق يا خاسره يا رابحه في السراء والضراء. هذا هو اللي كيتسمى جمهور عالمي، فهمتيني؟ يعني نتوما دابا نتوما الدور ديالكم اللعابه ما كديروش، هذاك خامه حتى هو يا رجلو خاوين حتى هو يا بحال شي عماره ديال شي مكحله، ما عرفتش اش ناقصكم. دابا دخلنا عليكم بالله، شوفوا المصريين اصاحبي، خذوا منهم العبره، خذوا منهم العبره. ما واكلين مزيان، ما شاربين مزيان، ما والو، داخلين معاكم ولكن النفس، النفس الحاره، النفس حاره. نتوما عندكم جوج رجلين وما عندهم جوج رجلين، عندهم جوج يدين نتوما عندكم جوج يدين، اشنو ناقصكم؟ الله اعلم، الله اعلم. كتاكلوا مزيان كتخلصوا مزيان، يعني ما ناقصكم والو. بغيت نعرف انا اشنو خاصكم، قولوا لينا. واش شي يكون عطينا غير شي داك هذيك الزريده، شي داك الزريده اقسم لك يمينا شي نجيبوا هذاك لولا الظروف، راه ما كيزقش التقابي ديال الحيط، الحيط ما كيزقلهمش، وكيلعبها في الطراب وما كيزقلهمش. ونتايا اللي رجلك خاوي محسبتو لحد غادي ليه بحال الجمل فرك الشبكه هنا وتا الكره كضربها هنا، انت مالك زكريا الدوريجين وما يزقلهاش؟ شي زكريا الدوريجين ياك اللي كي ما كيفرقش بين 400 بين 4000، ما كيعرفش تصرف، رد لك تصرف اللي عطاو الناس 400 رد لهم صرف 4000 وتحط لي كره ما يغيزش الشبكه، فهمتي ولا لا؟ حتى هما ما كتلعبوش بالنفس، ما كتلعبوش ب دابا شنو دابا غدا اش غديروا؟ اش غديروا مع الفريق؟ اش غديروا معاه؟ اش غديروا مع الاهلي؟ اش غديروا غدا مع الجمهور اللي غيدخل غدا كامل؟ اش غديروا ليه؟ ها نتوما فين ما تزبلوها خاص الجمهور يبقى يساندكم ديما ديما. واش نتوما ماشي عمركم ما درتو واحد الانجاز اللي تقدموه لهذاك الجمهور مسكين تفرحوه؟ راه ما يمكنش اصاحبي، راه شوف راه غدا راه خاصنا غدا، راه داخلين عندنا هما غدا، راه ما خاصهم زلاق يمشيو غدا بزلاق، فهمتيني؟ السروال بقى في الاهلي، رجعوا لينا السروال. دابا نتوما راه بحال شي دريه تقبات من الاخر، بحال شي دريه متقوبه، رجعوا لينا السروال، رجعوا لينا الشرف ديالنا خويا في بلادنا، فهمتيني ولا لا؟ الخطه راه باينه، سمعوا لينا مره واحده في حياتنا، مره واحده في حياتها تصمتوا لينا وبارطاجوا هذا الفيديو، خليه يوصلوا للمدرب ويوصلوا للجمهور ويوصلوا للعابه، فهمتيني؟ خاصكم ديروا الخطه تيكي تاكا، تيكي تاكا، كونوا صاحبي، كونوا نفس، فهمتيني؟ الداخل مفقود والخارج مولود، كرة دوز كرة ما يدوزش هو، موت معاه موت معاه، الحاس مع الأرض، ناكل مع الطراب صاحبي، النفس قوية صاحبي، فهمتيني ولا لا؟ غدا زريدة بلا ما تلعب، وهذاك الجوج شاوة ديال الرجاء ريح أخويا، ما فهمش حتى أخويا، الفشل فشل، عندك فشل كلوي، سير دير أخويا، سير دير الدياليز ولا سير ريح، رجع القهوة الشيشة، رجع القهوة الشيشة، بحال زريدة وهذاك الشيء، سير أخويا رجع ليا أخويا، راه باقي واحد جوج عمارات ديال الشيشة كيتسنوك، سير. سير حنا عارفينكم فين كتمشيو، راه عارفينكم القهاوي اللي كتمشيو لهم، عارفينكم مع ما كتخرجوا، وعارفينكم اش كديروا، فهمتيني؟ راه حنا غير ساترين عليكم، ولكن راه حشومه فريق مساندكم متبعكم، وفي الاخر ديروا لي هاد الحاله. كيبقى فيك داك الجمهور اصاحبي، كيبقى فيك الجمهور اصاحبي كيدوز حبس عليكم اصاحبي، جمهور اصاحبي كيدوز عليكم الحبسه عباد الله، جمهور اصاحبي كيساندكم، جمهور اللي كيرهن مسكين تليفونه، جمهور اللي كيموكت مسكينه كتتسلف مع العيالات وكتقول لك اوليدي سير تبع الرجاء، مهووسين بالرجاء، الرجاء جبد لي الرجاء يقدر يقتل على قبلها، الناس كيبغي يقتلوا على قبل الرجاء صاحبي، شفتهم هنايا مهووسين اصاحبي. يعني احتراماتي لهذوك الناس، احتراماتي لهم وتقديراتي لهم، لانهم جمهور في المستوى، فهمتيني ولا لا؟ واخا يضلوا يسبوا فيهم ويعيروا فيهم، ولكن هما جمهور حاضر ناظر ودارين نظاظر من الاخر، فهمتيني؟ كيساندوا الفريق ديالهم، فهمتيني ولا لا؟ والعقوبه لشي فراقي يكونوا بحال هذاك الجمهور كيساندوك، فهمتيني ولا لا؟ حنا دابا حاليا نتوما كتمثلوا المغرب، كتمثلوا القميص الوطني، فهمتيني؟ هذا الشيء ما كيعنيش هذا ودادي ولا هذا جيش ولا هذا ولا كذا، الوداد حتى هي بلا ما نهضروا عليها خاسره لي مع فرقه سميتها سيمبا، سيمبا ديك الرسوم المتحركه ولاعيبه تما زم معش من قاره بعد ما كاينينش حتى في الخريطه ومذكورينش، هذوك البلايص اللي كيوقف في الطياره يبولوا فيها ويكملوا الطريق. الجيش هي كذلك مثال، اسمية الجيش الملكي، اسمية ديالها في 5 سنين ديال الحبس، بقات فيه السمية وبقات في كذا وهادي، كتخلصوا اصاحبي كتخلصوا مزيان، كتلبسوا مزيان، كتاكلوا مزيان، كتريحوا في احسن لوطيلات، كلشي موفر ليكم،
بحال شي تلميذ، ها الكتوبه، ها السيلو، ها البيرو، ها البريفي، كتقرا في بريفي، خاصك تنجح. كذلك غدا خاص الرجاء تبين المهاره ديالها. بغينا نشوفوا مباراه هتشكوكيه، شي غياب المدرب، غياب اللاعبين غادي يكون مهزله. انا نقول لك ليكين، حيد لي اخويا داك الزريده، حيد لي داك الجوج، حيد لي اخويا داك خامه، صافي عطي الدراري فرصه، عطوا الدراري فرصه اللي باقي ما عمرهم لعبوا. هادوك اللي كتحقروا نتوما راه ملي غيدخلوا غدا راه غيبينوا ليكم. وموتوا على التوني يا صاحبي، لو موتوا على التوني، وعرق عرق 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 على فلوسك، عرق عرق عليها، وبركه من قهوه الشيشه، وبركه من المعجون، وبركه من الكاله، وبركه من سليخ المليخ، وبركه من التيتيز والدريات ملهوفين يا صاحبي. حنا خاصنا الاكاديمي، خاصنا الاكاديمي ديال اللعاب ياك بحال الرجاء ولا الوداد ولا هادي، فهمتيني، يديروا لهم يولي يخرجوا غير نهار مره واحده في السيمانه، فهمتيني ولا لا؟ سورتوا عليهم، خاصهم يتسورتوا عليهم، حيت باقي ما وصلوش لذاك النيفو، ما عندهمش عقليه. لاعبين اللعابه ديال هذا الوقت فهمتيني ملهوفين على الدريات، وملهوفين على قهوه الشيشه، ملهوفين على الطوموبيل، فهمتي، باغي يلبس وباغا يخرج، باغا خارج على الدري، باقي في شامبوان ديالو، باقي بالرغوه ديالو، باقي يتلاقى معاها. مالك اخويا على هاد الحاله؟ مالك عاب شويه عليكم وريح ترزن لعب بعدا، بين ودير علاش ترجع. واش اللاعب اللي كيسالي المشوار ديال الكره هو كيمشي كيدير قهوه الشيشه؟ ما كاينش مشاريع، ما كاينش ماكله، ما كاينش حاجه اخرى، كاين جر. دابا شو الاهلي، شو الاهلي كيدير؟ اما غدا غيجيو عندكم لوطيلات غيشربوا لكم كاع العواصير، علاش؟ غتقهرهم الجوع، كيعيشنا بالملوخيه والرز والكفته والفراخ واللحمه وكذا. حشومه صاحبي، راه بحال لي راه الشرف ديالنا دابا نتوما خليتوه في اهلي، خليتوه السروات تقبتو تما بحال شي دريه صيفطنا تقبت، فهمتيني، داروا لها نيكو وباقيين كنتسناوكم تما. دابا شنو غديروا معانا؟ يلاه نتوما دابا اش غديروا معانا؟ شوف خويا، ما كاينش اعذار، عندك رجليك، عندك يديك، بين ليا غدا، بين ليا حنا بغينا نتفرجوا غدا في كوره، جيبوا العز ولا كحز، صافي بغينا هادشي اللي بغينا نعرف. وانت زريده راه كيبان لي غيديروا لك شي زريده 5-5، اللهم من الاحسن انت قول المدرب غدا راني ما قادرش نلعب، ورجليا راه خاوين بحال السبت والحد، ولا بحال شي مكحله خاويه بحال كنقول لي اخويا، السلام عليكم، وحبس، لانك انت راه ماشي 10، شرا قلت لك راه نجيبوها لولا الظروف ياك، غنحطو بلاصك اقسم لك يمين انت لعب احسن منك 2000 درجه، حيت كاينين شي لعابه كيلعبوها بهويين في الدرومه، ما تعطاتهمش فرصه بحالكم، حتى ما تعطاتكم فرصه، معوقين، درتو اللي بغيتو وليتو دايرين خباله. غدا كيقول لكم 10 المليون لواحد اللي ربح، ديروا على حساب داك الجمهور العالمي، الرجاء العالمي، ديروا على حسابها، ديروا على وجههم، راه كاين اللي مسكين كيتشد على قبلكم، راه كاين اللي شحال من واحد دار كارثه على قبلكم. راه انا كنقول لكم هذاك الجمهور راه قباح وباسلين، راه شوف انا كنقول لكم ديروا شي حاجه مع الجمهور ديالكم، راه عيب واحد. وكن رساله مغاربه كاملين، هذوك اللي كيقول انا ودادي ولا جيش ولا رباطي ولا كذا، غدا كلشي ساند الدراجة، راه كتمثل القميص، ما تشفوش فيهم. حقه غطرا لا غير فعلا ودات، لا ما تشفوش، علاش؟ راه هما كيمثلونا، فهمتيني، كما كتمثلنا الوداد، كما تمثلنا الجيش، كما تمثلنا الدفاع الحسني الجديدي، كاع الفراقي كيمثلونا كيكونوا لاعبين. اما المنافسه بيناتنا حنا فراقي بيناتنا، هذاك الشيء ابار بوحدو، خليه، فهمتيني ولا لا؟ عاطفه خليها بوحدها. حنا دابا الهدف ديالنا هو شنو؟ غدا الاهلي خاص تدخل، خاصهم يمشيو كيبكيو، انا باغي نشوف الدموع، انا باغي نشوف تامر حسني كيبكي، واش فهمتي شنو نقول لكم؟ باغي نشوفوا حنايا البكا، الدموع. واش هما صاحبي عندهم الترات صاحبي فيهم اغاني بحال ديال تامر حسني كيبكيو؟ انا صحابهم هذيك خطره شي اغنيه هي الترا، حنا عندنا الترا ديال ما كتزعزع التيران، التيران كيتهز وتحط، وجي تقول وتجيو صاحبي طيحوا بهذاك الفار، طيحوا بهذاك الجمهور، طيحوا به. راه خويا راه خويا انا بعدا انا شوف يعجز اللسان على الكلام، على ما تراه العين. بغينا غدا مباراة هيتشكوكية، بغينا غدا مباراة في المستوى، بغينا غدا 4-0 ولا 3-0، سالينا، كاينين عندكم رجليكم، عندكم يديكم، عندكم كلشي، كلشي ناضي كنادي. السلام عليكم، غدا جيبوا العز ولا كحز، صافي. المهم، وتحياتي لجمهور الرجاء العالمي، تحياتي لهم واحد واحد.